<applause> مرحبا اعزائي متابعي قناة برلين بعيون عربية، الفيديو مات اليوم هو عن الانستغرام وتحديدا عن ميزة شارة الانستغرام اللي ما توصلها في بعض البلدان اللي وصلتها هذه الميزة، فحبيت اعمل لكم هذا الفيديو لكن قبلها اتمنى كل شخص يدخل على قناتي يدعم القناة باشتراك لايك ويفعل الجرس حتى يوصل كل جديد من عندي والجديد على قناة قناتي اسمها برلين بعيون عربية، قناتي مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والايفون ومشاكل الايفون وايجاد حلول لهذه المشاكل في البداية حتى نعرف هذه الشارة هذه الشارة ينطيها تطبيق الانستغرام الكل واحد راح يشترك حاليا بمبلغ تقريبا 17 يورو تقريبا بحدود 19 دولار أو 20 دولار هذا اشتراك شهري راح تدفعه أنت كل شهر نقطة واحدة حاب أقولها إحنا وصلتنا لألمانيا في البداية أستراليا نيوزيلندا الآن وصلت ألمانيا أعتقد دول أوروبا ففي كثير متابعين كتبوا لي أنه ما ظهرت عندهم فراح أعلمكم طريقة إن شاء الله تظهر عندكم هذه الشارة خلي ادخل من داخل التطبيق اشرح لكم ، في البداية حتى نشاهد مكان الشارة راح ندخل على الانستجرام ، وهذا حسابي دي ار انتر سلاش كي ايدي واحد اثنين ثلاثة خمسة ثلاثة بعدها ندخل على ثلاثة اسطر راح تظهر عندي هذه الصفحة راح ندخل هنا راح تكون بين اوردر وبين كلوز فريند راح تكون هنا ميتا فيرتيفايد راح تكبس عليها وراح تكمل الخطوات اللي موجودة اللي ما تظهر عنده هذه الشارة راح يرجع الى الوراء خطوة طبعا وراح نروح هنا وراح يهز وراح يهز الهاتف او يرج الهاتف راح تظهر عنده هذه اللقطه راح يروح على ريبورت بروبلم راح هنا هنا كاتب له انه تريد تنطي ايضا المعلومات مال حسابك فتقول له بالازرق راح تاخذ هنا اللقطه وراح تعلم هنا هذه المكان وتاشر بين هذول الاوردر وبين الكلوز فريند وتعمل دن وراح تنطي هذه الكتابة اللي راح أتركها بصندوق الوصف وراح تعمل سند بعدها اللي أنصحك أنه تطفي الهاتف وتشغله بعد ثمان ساعات إن شاء الله تكون هذه الميزة واصلتك لأن بالليل طفيت الهاتف والصبح كانت واصلتني هذا الحبة تشرح لكم إياه عن هذه الميزة هذه الطريقة الوحيدة اللي أنا جربتها وصارت عندي قبل ما انهي الفيديو فقط حبيت اشير الى بعض المعلومات اللي راح تحافظ على حسابكم وتمنع من انه ينحذف. اول شيء ممنوع تستعملون التطبيقات اللي تحذف المتابعين او تزيد المشاهدات او انه تجيب لك متابعين هذه التطبيقات ممنوعه وراح تحذف حسابك اذا مو هاليوم بكره. الشيء الثاني ممنوع تاخذون اي شيء اي فيديوهات من الفيس من التيك توك وتنشروها عندكم حتى اذا شفتوا العلامه المائيه راح يعرفون وراح ينحذف حسابك لا تغامر بهالشيء هذا. والنقطه الثالثه والمهمه انتم ما عليكم من اي شيء سياسي، اي شيء سياسي ممنوع تنشروه، اي اسم سياسي ممنوع تنشروه حتى بالستوريات للاسف وحتى الاحداث اللي جاريه الان ممنوع تنشروها لانه هذا تطبيق تجاري ما عليه بالسياسه، للاسف قبل كم يوم واحد حساب ألف واحد نشر شغله وللاسف انحذف حسابه ف للاسف اتمنى انه اعيدها واكررها ما عليكم بهالشيء هذا لا تنشرون حتى تحافظون على حسابكم ممنوع تنشرون اي اشياء اباحيه واللي راح يوصل حضر راح يوصل بريد الكتروني على البريد مالته انه من انستغرام طبعا انه اعمل ثلاث اشياء ياخذ صوره سيلفي ضروري ياخذ صوره سيلفي ويا رقم راح يدزوا لك اياه وراح تكتب رساله فلا تتواصلون الا تتواصلون وياي حتى اعلمكم فد رساله لان انا هنا بالمانيا ما اقدر اقول الرساله لان كل واحد لازم القي له رسالة تختلف عن الثاني حتى حتى عسى انه اكون سبب انه حسابك يرجع والنقطة الأخيرة اللي حابب أقولها كل واحد حابب يعطل حسابه مؤقت أو نهائي للأسف بعض الأحيان ما يرجع مع العلم أنه تطبيق الانستجرام يقول أنه عندك شهر بالنهائي وعندك مدى الحياة بالمؤقت لكن للأسف يصير خطأ في الخزن وينحذف الحساب بعد ساعات فللأسف اللي يعني ضروري جدا يقوم بهذه الخطوة أو أنه تغامر أنه تحذف لو مؤقت لو نهائي تحياتي لكم مع ألف سلام